قلت ليس بالغريب ولا بالعجيب أن يضرب الكفر، أن يضرب الخصم، وليس بغريب أو عجيب أن يزيد في حجم ضربه وناره وإفنائه. وهذا يعطي مؤشر لنا إيجابي على أننا أمة حية فرضت وجودها وحققت معادلة التوازن رغم أننا لا نملك ما يملكون، وهذا يؤكد أن دورنا قد اختاره الله عز وجل لنا. ولكن الذي يشل حركتنا يا سادة على أخذ هذا الدور، والذي يؤخرنا وما زال يؤخرنا على أن نسترجع هذه المكانة، ليس هو العدو وضربه، وليس هم الجموع التي تدور في فلكه، وليس هو الذي ترون من مظاهر الكيد الخارجي الموجه إلينا، أبداً أبداً ويم الله، ليس هذا هو السبب. إنما الذي يشل حركتنا ويؤخر نهضتنا ويمنع حدوث صحوتنا ويقف حاجزاً ما بيننا وبين أن نلعب دورنا ونأخذ مكانتنا هو نحن، هو نحن، نحن نحن. حينما أجد ثلاثا من شرائح الأمة، ثلاث شرائح في هذه الأمة، وللأسف هي تحقق النسبة الأعلى، النسبة الأكبر، تسهم بمجموعها، هي ليست متحدة، لا يوجد اتحاد بينها، بل يوجد تنافر، لكن يتكامل الدور بمجموع حركتها فتكون النتيجة واحدة علينا ليست لنا، مما يؤدي إلى هذا الشلل وهذا القعود وهذا التأخر في النهوض. ثلاث شرائح ما زالت هي هي منذ أن ظهرت في صدر الإسلام وعرقلت حركة الفتح وأخرتنا عن أن نسوس الأرض برمتها زماناً طويلاً، وأشغلت الأمة ببعضها حتى أهريق من دمائنا بأيدي بعضنا أكثر مما أهريق من دمائنا على أيدي أعدائنا. منذ ذاك الوقت، منذ صدر الإسلام الأول، وهذه الشرائح الثلاث ما زالت تلعب نفس الدور السلبي، نفس الدور الخطير، درت أو لم تدري، علمت أو لم تعلم، توافقت أو لم تتفق، فإن مؤدى جهودها هو ينصب في خانة شلل الأمة وتأخير نهوضها وانتفاضتها. ثلاث شرائح، داؤنا منا يا سادة، داؤنا منا، مصيبتنا فينا، مصيبتنا فينا. لا تلوم كفرا، فما جاء بالكفر إلا هذه الشرائح الثلاث، وما أطمعهم فينا إلا جهود هذه الشرائح الثلاث، وما جعل كثيرا من صور المواجهة لهذا الكفر وزحفه جعلها تخترق أو تخفق أو تتلاشى وتنتهي إلا بسبب من جهود هذه الشرائح الثلاث. وللأسف الآن أراها أوضح ما تكون عملا، وأوضح ما تكون جهدا، وأوضح ما تكون أثرا الآن، وهذا يفسر سبب ازدياد هذا الكيد الكفري وهذا الطمع بنا. لماذا؟ مع أننا نحن أحياء وما زلنا أحياء. شريحة أولى حكمتها البساطة، وشريحة ثانية حكمتها السذاجة والغوغائية، وشريحة ثالثة حكمها الجمود والانغلاق. بساطة قتلت عمر، وسذاجة وغوغائية قتلت عثمان، وجمود وانغلاق قتلا علي رضي الله تعالى عنهم. شرائح ثلاث خلخلت كيان قوتنا منذ صدر الإسلام، قتلت الخلفاء وقتلت العلماء، وأسهمت في قتل خيار أهل الأرض يومئذ، وما زالت تسهم في قتل خيارهم إلى هذا اليوم. بساطة قتلت عمر، بساطة قتلت عمر. المولى سبحانه وتعالى
يقول يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا، خذوا حذركم فانفروا. وإذا رأيت إلى أوامر الله الصريحة إلى أبناء لا إله إلا الله تجدها بأنها أوامر تريد أن تصنع من هذا الفرد، تصنع منه طاقة متحركة واعية مدركة. المؤمن كيس فطن، لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. نجد بأن المطلوب من المسلم أن يكون على سوية من الانتباه ومعرفة الواقع وقراءة الظرف من حوله والتمييز بنور بصيرته ما بين خصم يتربص وما بين صديق يتودد، وأن نعرف العدو من الصديق وأن نعرف القريب من البعيد. عمر رضي الله تعالى عنه استطاع أن يهز مملكتي كسرى وقيصر في وقت واحد، ولم يستطيع أن يهزمه في الجحافل العسكرية، ولم يستطيع أن يفت في عضده أو يضعف إرادته، وقد أنزلوا لجيوشه الصغيرة كل ما لديهم من جيش وعتاد وسلاح وكل من تعاون وتواطأ معهم من العرب في حينها. الخيانة واحدة وما زالت مستمرة، فلقد كان في صفوف الفرس والروم من يومها من العرب الذين يقاتلون في صفوفهم ضد مشروعنا الإسلامي، كان الكثير والكثير منذ ذاك اليوم أيها الأحباء. لم يستطيعوا أن يهزموا عمرا في الجحافل وفي الساحات وفي الميادين، وعلموا بأنه يجب أن يضرب عمر في عقر داره. وللأسف كل الجحافل لم تصنع هزيمتنا، إنما صنعها عميل صغير تافه نكرة لا يمكن أن يحسب له حساب، كان سبباً في أن يقتل القائد الأعلى وخليفة المسلمين أي في المسجد وهو يصلي في المحراب. أين كان المسلمون يوم رأوا تهديد ووعيد هذه القوى الكبرى لهذا الرجل الأشم الشامخ بينهم؟ أين كان المسلمون يوم قال عمر لأبي لؤلؤة المجوسي، قال اصنع لنا رحا نستفيد منها، قال لأصنعن لك رحا تتحدث بها العرب، فقال هددني الكلب عمر، قال هددني الكلب بقتلي. أين كان الذين سمعوا وعلموا أن هذا النكر الخبيث المأجور الرقيق العب، أين كانوا من حركاته؟ أين كانوا من رصده؟ أين كانوا من الانتباه له؟ تركوا الأمور على بساطتها حتى قتل قائدهم وخريفتهم وهو يصلي بهم في محراب المسجد النبوي بطعنات من خنجر هذا العميل القذر التافه الذي كان يتعالى الصحابي فيهم أن يبصق عليه بصقه ويعتبرها زيادة فيه. ها هو قد لعب دوره وقتل خليفة المسلمين وقائد الجيوش الأعلى في محراب الصلاة بين جموعهم، بينهم جميعهم بساطة، بساطة قتلت عمر، وسذاجة وغوغائية قتلت عثمان. غوغائية، أتدرون ما الذي قتل عثمان يا سادة؟ قتله في بيته وهو يقرأ كتاب الله حتى سال دمه على المصحف الشريف، قتله الغوغائيون يا سادة. إياكم أن تظنوا أن الذي قتل عثمان يهودا أو نصارى أو مجوس، الذي قتل العثمان هم مسلمون، هم مسلمون، ولكن كانوا يتحركون بالريموت كنترول بعقل يهودي يخطط ويدبر ويرتب. عبد الله بن سبأ اليهودي مجرم، غوغائية وسذاجة. يأتيهم رجل من أقاصي بلاد اليمن يتجول في الشام ومصر والعراق ثم يدخل الحجاز، يظهر الزهد، يظهر التقوى، يظهر الحرص على الإسلام والحرص على الدين والحرص على مستقبل الخلافة الراشدة، يظهر لهم من صور الزهد الأجوف ما ينخدعون به
ويسيرون وراءه بكل بساطة، يثيرهم فيثورون، يتهم خليفتنا فيصدقون، يروج الإفك عن الذي تستحي منه ملائكة السماء بنص الرسول الأعظم عليه الصلاة والسلام، يروج الإفك عن عثمان الطاهر المطهر الحيي التقي النقي، عن عثمان، عن عثمان الذي قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام يوم جهز جيش العسرة قال: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. والذي قال يوما النبي عليه الصلاة والسلام: من يشتري بئر رومة ويوقفها على المسلمين وله الجنة. فقال عثمان: أنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، واشتراها ودفع ثمنها نقدا. عن عثمان، عن عثمان بلحظة من اللحظات غابت فضائله، غابت إيجابياته، غابت أوسمته، غابت جهوده، غاب جهاده، وصدقوا كلمة من أفاك يهوديا متسلل في جموع المسلمين يقود غوغاءهم ويقود سذجهم لكي يصدقوا عن هذا الرجل الأبي، عن هذا النقي، عن هذا التقي، عن هذا الحيي، يصدق عنه بأنه يتصرف بأموال المسلمين، وأنه يعبث بها كما يريد، وأنه يولي أقرباءه ويقرب ذوي أرحامه ويبعد خيار المسلمين. يصدقون عنه هذا الإفك وهذا الافتراء، وتأتي الجموع تتعاهد وتتعاقد وتتواعد، ويأتون أين؟ ويقتل عثمان كما قتل عمر في المدينة، في المدينة بين جموع المسلمين. غوغاء جاءت، جاءت تهلل وتكبر، تزعم حرصها على الإسلام وغضبها لحرمات الله. جاءت فتسورت على عثمان داره بعد حصار طويل، منعوا عنه شرب الماء وجاءوا وقتلوه، ذبحوه ذبح النعاج وهو يقرأ القرآن على ويقرأ القرآن في داره. ذبحوه يا سادة، ذبحوه سذاجة غوغائية ما زالت إلى الآن موجودة، ما زالت. ما أوليس أن أحمد ياسين ما زال إلى الآن في نظر الكثيرين ممن يزعمون المقاومة ويزعمون العمل لأجل فلسطين، ما زال أحمد ياسين العميل رقم واحد لدى اليهود والموساد؟ أحمد ياسين الذي قدم كل مواكب الشهداء، والذي صمد صمودا عجزت عنه كل قيادات العرب والمسلمين، هذا الرجل وهو الآن يختم حياته بموجة مشرفة، أوليس إلى الآن هو العميل رقم واحد لدى الموساد وما زالت تردد عنه؟ وما زلت أقرأ كتبا في هذا ومقالات. غوغاء، غوغائية قتلت عثمان وقتلت من بعده كثيرون. أوليس الغوغائية نفسها هي التي قتلت عمر بن عبد العزيز ودست له السم؟ أوليست الغوغائية نفسها هي التي شنت حملاتها على هارون الرشيد وشوهت سيرته وصورته؟ أوليست الغوغائية نفسها هي التي خلعت السلطان عبد الحميد وجعلته يخلع على أيدي يهودي وماسوني خبيث يهودي وأرملي؟ أوليس والأمة كلها كانت ترى وتسمع سذاجة تتبعها غوغائية؟ بساطة قتلت عمر وغوغائية قتلت عثمان، وما زالت تقتل فينا ألف عثمان. وجمود وانغلاق قتل علي. أتدرون من قتل علي؟ علي قتله من كانوا معه، جاهدوا معه، قاتلوا معه، حملوا اللواء معه، ثم في لحظة من اللحظات وبظهور عقل جامد منغلق استطاع أن يفرض وجوده في تشكيلات أنصار علي رضي الله تعالى عنه، استطاع أن يشق 4000 شخص ويأخذهم معه ويتمركز معهم في النهروان ويبدأ بإعلان الأحكام الجديدة. الله أكبر. جاهل، قال عنهم النبي عليه الصلاة والسلام: سيظهر فيكم قوم حدثاء الأسنان، سفهاء الأحلام، يقولون من قول خير البرية، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية،
يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. هذا الرجل بناء على موقف اجتهادي وقفه علي رضي الله تعالى عنه حينما طلبوا تحكيم كتاب الله في القتال بينه وبين معاوية رضي الله عنهما، وتلك الأيادي السوداء اليهودية التي سببت في هذا الصراع، والأسباب هي أيها الأحبة معركة الجمل ومعركة صفين، وصراعاتنا التي ظهرت في صدر الأيام وما زالت مستمرة إلى الآن تولدها الأسباب الثلاث، وقوى خبيثة تزيد من نارها وأوارها، بساطة وغوغائية وجمود وانغلاق. نعم، حينما قرر أن يوقف القتال وأن يقبل بتحكيم كتاب الله سبحانه وتعالى وأن يضع حكما من قبله وحكما من قبل أهل الشام لإنهاء هذه المعركة ولإيقاف دماء المسلمين النازفة، وهو الذي كان يلتفت إلى ولده الحسن ويقول: يا حسن، ما كنت أظن أن الأمر سيبلغ هذا، يا حسن لو كنت أظن أن الأمر سيبلغ هذا ما فعلت. فكان حريصا على إيقاف هذه المعارك التي لا ناقة فيها ولا جمل لهذا الدين وأبنائه، إنما تؤخر مسيرة فتحنا وجهادنا. فلما قبل التحكيم انشق هذا الرجل ومعه هؤلاء الخوارج وقالوا: كفر علي. بكل بساطة حكم الرجال في دين الله، والله يقول: إن الحكم إلا لله، فإذا لا يجوز تحكيمه، وبالتالي هو كافر. وأعلنوا فجأة كفر هذا الرجل، وهم الذين كانوا في ركاب جنوده كفروه، ولم يكتفوا بالتكفير، فكفروا معاوية وكفروا عمرو بن العاص وكفروا الجيوش المتقاتلة، ثم كفروا المسلمين عموما، ثم وصلوا إلى درجة أتعرفون ما هي؟ كانوا يمشون في الطرقات إذا رأوا شخصا يمر أو قافلة أوقفوهم، قالوا: ما تقولون في علي؟ فإن قالوا خيرا قالوا: كفار اقتلوهم، وإن قالوا شرا قالوا: موحدون اتركوهم. ولقد مروا على أحد الصحابة رضوان الله تعالى عنه، وهو خباب بن الأرت، وهو من هو في جهاده وتضحياته وإيبائه وما قدم، مروا عليه ومعه زوجته وهي حامل، فقالوا: ما تقول في علي؟ فقال: خيرا، قال: خيرا، قال: كافر اقتلوه. فذبحوا الصحابي وبقروا بطن زوجه الحامل. ومروا بعد قليل بجماعات من النصارى، فصار بعضهم يصرخ في بعض: ذمة نبيكم، ذمة نبيكم، احفظوهم وأوصلوهم. حتى كان المسلمون حتى ينجوا من شرهم إذا رأوا كتائب الخوارج يقولون: نحن نصارى، فيحملونهم ويوصلوهم إلى أماكنهم، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. وفي النهاية قتل علي رضي الله تعالى عنه على يد هؤلاء، وأيضا في المسجد في المحراب قتل وهو يوقظ الناس للصلاة، وما زال فكر التكفير يتنامى يا سادة، فكر بلبل الأمة، فكر قتل خلفاءها وعلماءها وخيارها، وما زالت إلى الآن مجموعات من الشباب تدعي الإسلام وتدعي الحرص على هذا الدين، تعجز عن أن تثبت وجودها في ساحة الأمة وأن تعيش مع الأمة وأن تعالج أمراض الأمة وأن تتلمس آلامها وآمالها وأن تصبر عليها، تعجز عن مثل هذا المشروع فتنغلق وتنعزل، وتبدأ بموجة من تكفير المجتمعات وتكفير العلماء وتكفير الناس، ثم تمارس نتائج هذا التكفير إهراقاً للدماء وقتلاً للأبرياء وتصفية للعلماء وغيرهم. انتبهوا يا سادة، إن مهمتنا أن نحفظ الروح الإنسانية، إن مهمتنا أن نصنع الحياة وأن نقضي على كفر الكافر لا على الكافر، فإذا أبى أن يترك كفره بعد أداء كل الأسباب الشرعية حينها يمكن أن تكون مواجهة بيننا وبينه كذوات. أما نحن منطلقنا أن نحفظ هذه الروح، أن نحييها بالإسلام، أن نحييها بالإيمان، أن نحييها بأن نربطها بربها وأن نعرفها على خالقها. كيف يجوز لهؤلاء الشباب وأمثالهم أن يكفروا هذه المجتمعات وأن يكفروا بيئات كثيرات، وهذه المجتمعات والبيئات جاهلة مجهلة مضللة
لا تعرف شيء عن إسلامها ولا عن غاية وجودها. إذا كانوا صادقين وهم حريصون على هذا الدين وعلى هذه الأمة فليشمروا عن ساعد الجد، وليعيشوا مع الناس، وليعلموهم، وليسهروا معهم، وليتعبوا معهم، وليشاركوهم في أفراحهم وأتراحهم، ويبنون فيهم وعيا إسلاميا كبيرا، ويرجعونهم إلى حظيرة الهدى بعمل دؤوب مرحلي حتى نستطيع أن ننقذ أمتنا ويحييها. أما أن ننعزل وننغلق ونبدأ بتكفير المجتمعات ونبدأ بممارسة نتائج هذا التكفير من صراعات دامية فيما بيننا، للأسف يا سادة إنني أكاد أحترق حينما أدخل إلى شبكة الأنترنت وأتابع المواقع الموجودة عليها وأرى نسبة الدخول على تلك المواقع التي تحمل رايات التكفير، تكفير المجتمعات والأمة، وأرى الحجم الهائل من شبابنا الذين يرتادون هذه المواقع ويتأثرون بها ويتركون انطباعاتهم الإيجابية والتأييد والنصرة لمثل هذه المواقع، ثم أفاجأ بمواقع أخرى بناءة هادفة واعية أنها مهجورة كلية بل أنها تهاجم. أعرف أي داء خطير دب إلى أمة عجزت عن أن تثبت رسالتها بالعمل المشروع فبدأت تلجأ إلى الانعزال والانغلاق وتكفير الآخرين. يا سادتي، هذه شرائح ثلاث، ولماذا أركز على هذه الثلاث؟ لأنها في دائرة الالتزام، وهناك شريحة أخرى لا تعرض لها لأني لا أحسبها في المجموع وأتركها هكذا إلى أن يهديها الله سبحانه وتعالى. تلك الشريحة التي لا تريد دينا ولا تريد التزاما ولا تهتم بجراح ولا تهتم بقضايا، وهمها الإباحية والشهوة والملذة والسهر والخدر والسكر. تلك ليس الآن وقت خطابها، يجب أن أخاطب هذه الشريحة بالشرائح الثلاث، فإذا هذه انصلحت انصلحت تلك تلقائيا. يا سادتي، ما زالت هذه الصور الثلاث تنخر فينا، ما زالت بساطتنا تجعلنا نركض مصارع الشرفاء فينا ونحن ساكتون مشلولون، ما زالت بساطتنا تجعلنا نتابع جراحنا تزداد نزفا ونحن لا نبالي وكأن الأمر لا يعنينا، وما زالت غوغائيتنا تحرك شرائح كبيرة فينا، تحرك شرائح كبيرة فينا. كلمة إفك يلقيها مثل ابن سبأ بين الناس عن خيار الناس، وإذا بها تنتشر وتروج ويكون لها سرعة الضوء في التناقل بين الناس. غوغائية قتلت عثمان، وجمود وانغلاق قتل علي. بعد هذا أيها الأحبة، أعلمتم بأن الذي يشل الحركة ويؤخر المشروع ويمنع النهوض والانتفاض ليسوا هم الأعداء، وهم أضعف من أن يوقفونا، وهم أجبن من أن يمنعونا، ولكن نحن بأيدينا جنينا على أنفسنا. يا سادة، نحن على أيدينا.